السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. إن شاء الله في هذا الفيديو بنشوف أحدث ساعات شركة هواوي، وهي ساعة هواوي ووتش جي تي 3، واللي توفرت بمقاسين 42 و46، وهذه بكل تأكيد تعتمد على مقاس اليد، عشان كذا الخيار متاح لك أنت وحدك. فبلاش أطول عليكم وخلينا نبدأ الفيديو مع بعض. كانت آخر ساعة طرحتها شركة هواوي هي هواوي ووتش 3 برو، وهو جيل مختلف عن الجي تي. اليوم معانا ساعة هواوي ووتش جي تي 3، يجمع التصميم الأنيق والمواصفات الكثيرة بالإضافة إلى السعر المميز. وخلونا نبدأ معاكم بالتصميم الأنيق اللي تحسه فعليا زي الساعات الفاخرة وليست مجرد ساعة ذكية. فتأتي الساعة بوزن 42.6 جرام تقريبا، بوزن خفيف جدا على اليد وجميل جدا أيضا، وتأتي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدع مع سوار جلد باللون البني، واللي زاد للساعة جمال. عندنا زرين على الجانب الأيمن بالساعة، منهم زر التاج، وهذا اللي شفناه بإصدار البرو، ولكل زر منهم وظائف، بالإضافة إلى الشاشة الملونة الجميلة، شاشة أموليد بمقاس 1.43 بوصة. الشاشة فيها لمعة تعطي جمال للساعة، تدعم إيماءات السحب واللمس. تتميز الساعة بواجهات كثيرة موجودة بنفس الساعة، بالإضافة إلى تطبيق الصحة من هواوي، من أهمها واجهة مراحل القمر 2، وهي ميزة حصرية لهواوي. وعندنا من أسفل الساعة مجموعة من المستشعرات الكثيرة، وهي الأكثر دقة في هذا الإصدار. بما أننا تكلمنا عن المستشعرات، فخلونا نبدأ معاكم بأول وظائف ومميزات الساعة من ناحية الصحة. فبلمسة بسيطة تقدر تشوف معدل نبضات القلب طوال اليوم، بالإضافة إلى نتيجة قياس نسبة الأكسجين بالدم وقياس درجة حرارة الجلد طوال اليوم. ومع آخر تحديث لتطبيق الصحة من هواوي، أصبح بشكل مرتب وواضح لإظهار كافة المعلومات الصحية. ومع ميزة حياة صحية شامروك، بإمكانك تتبع ومراقبة صحتك يوميا عن طريق مهام، وبيتم تذكيرك بها لإكمال التحدي الشخصي، سواء كان من ناحية الرياضة أو الصحة وكافة التفاصيل. والساعة مرتبطة بالبلوتوث مع الجهاز، تقدر تستقبل المكالمات عن طريقها، وكذلك إمكانية الرد أو الرفض، أو حتى الرد برسالة لتأجيل المكالمة. أما من ناحية الرياضة، مثل ما تعودنا في ساعات وأساور هواوي الرياضية، فالساعة تدعم أكثر من 100 وضع تمرين، فيها 18 وضع احترافي مختلف. كذلك الساعة مقاومة للماء لعمق 50 متر، وهذا اللي بيفيد بأوضاع السباحة المختلفة، بالإضافة إلى مدربك الشخصي واللي تتميز فيه أيضا ساعات هواوي. كذلك بإمكانك تحميل العديد من التطبيقات من التطبيقات المتوفرة داخل تطبيق الصحة من هواوي. وبكل تأكيد ساعة بهذه المميزات وبهذه المواصفات، وزي ما تعودنا من هواوي إنه آخر شيء تشيل همه هو البطارية. فالساعة مزودة ببطارية تدوم لمدة 14 يوم، وتختلف بكل تأكيد على حسب الاستخدام من شخص لآخر، وتشحنها عن طريق الشحن اللاسلكي المريح المرفق معاه بالعلبة. كذلك الساعة بكل تأكيد تعمل مع أجهزة هواوي، كذلك أجهزة الأندرويد والآيفون، وذلك من خلال تطبيق الصحة من هواوي المتوفر على المتاجر المعتمدة. الساعة متوفرة حاليا للحجز المسبق، وبترك لك رابط الحجز المسبق في صندوق الوصف أسفل الفيديو مع كود خصم. سعر الساعة يبدأ من 1049 ريال سعودي، واللي بيطلبها في فترة الحجز المسبق كما اعتدنا من هواوي بيحصل على هدايا، فهداية هذه الساعة تصل قيمتها ل 508 ريال سعودي. بالإضافة أيضا إنه هواوي مسوية عروض على باكجات، مثلا لو حابب تاخذ الساعتين بالمقاسين بيكون معاها أساور إضافية وهدايا مختلفة. تقدر تطلع على كافة التفاصيل الموجودة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بكذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، إن شاء الله أكون أفدت قلوب بمعلومة بسيطة. أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا ملايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.